مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا البث المباشر من طنجة، ومعنا مجموعة ركن العزاب التي تستعد لحفل زفاف الكوبلة المشهور إيمان وإلياس يوم 12 فبراير القادم، 15 فبراير القادم بمدينة الدار البيضاء. إذا عندنا آخر استعدادات لتنظيم هذا الحفل الكبير، غادي نستضفو رئيس هذه المجموعة الفيسبوكية ركن العزاب، تفضل معنا. أولا مساء النور أفعال المهلل، وشكرا على الاستضافة. متواجدين في عروسة الشمال طنجة العالية مع أجمل ثنائي إلياس إيمان اللي غيشرفونا في العرس الأسطوري إن شاء الله يوم 15 فبراير، اللي هو واحد العرس كبير ويحضروا فيه وجوه معروفة، وتبارك الله يعني واحد يقبل عليه كبير. فكنقول لكم مرحبا بكم، وحقا هذا واحد الجروب اللي يعني فريمون كيميريت لينيسياتيف، كيستحق السوتيان، كيستحق الدعم. فهذه ان شاء الله بادرة خيرية، كنتمنى ان شاء الله نخلي لهم بالخير ويكون عليهم التيسير، ونخليكم مع الياس. هذا واقيلا هذا الحفل الزفاف الثاني قبل منه ديال الكوب المكناس، سمعتوا في طنجة. احنا تقريبا هذا هو العرس العاشر. يعني في تاريخ المجموعة اللي هي نشأت تقريبا سنة، وتبارك الله هذا كتشق في طريقها بواحد التناسق التصاعدي كبير، وهذا الفضل تيرجع للناس اللي متبعينها، الناس اللي كيتيقوا فيها، الناس اللي متبعين تفاصيلها، حيت هدفها الوحيد فهو هدف نبيل، هو إدخال البسمة أو الفرحة على أي عضو طرفها، سواء عرس سواء بادرة خيرية، حتى شي كتميز مختلف الأنشطة من كثر كتشغيل الأعراس. بالعكس فمؤخرا كنا بواحد المبادرة اللي زوينة، حملت الضيف بجبل بويبلان، واستطاعت أنها تغطي أكثر من 250 عائلة. هذا ماشي رياء، بالعكس هذا كعبرة نشجعوا دوطر جروب ولا ديزاسوسياسيون باش يقوموا بمثل هاد المبادرات، حيتاش بزاف الناس محتاجين. فحنا أون طونك دي جون ألوغ نتعاون بيناتنا، وهذا هو الميساج اللي كنوصلوا لكاع شباب المغرب، اللي هو شباب تبارك الله عنده واحد الطاقه ايجابيه، خص غير يعاونوا يدعموا. وحنا واحد المثال اننا نقوموا بهذه المبادره اللي هي على شكل عرس تضامني مع الكوب الجميل والشهير ايمان والياس، اللي كيحبوهم جميع المغاربه جميع العرب متبعينهم داخل الوطن داخل ارض الوطن او خارجه. وهذا شرف كبير لنا اننا نشارك معهم هذه الفرحه الجميله، ونكونوا جالسين بجنبهم، والحمد لله اصبحنا كعائله واحده، فهذا شيء جميل وهذا هو الربح ديالنا. كاين شي فنانين مشهورين غادي يشاركوا لكم الحفل في الطنجة؟ بالنسبه للفنانين اللي غادي يشاركونا هذا الحفل فهما تبارك الله وجوه كبيره ومعروفه وكل شيء تيبغيهم. فكاين الفنان نسيم حداد نجم العيطة، دكتور نسيم حداد، تحيه ليه من المنبر، وكذلك مثال مهدي الحاجيب، أوركسترا أحمد بن سعيد، دبكة، إلهام القراوي، بزاف ديال الفنانين تبارك الله، الشيخة الصورامي، الشيخة الصورامي، ألوغ كاين بزاف اللي لبوا الدعوة لهذا الحفل زفاف خيري. أكثر ممثلين كبار يعني مفاجآت، كاين ما نقدرش نحسب لك، كاين تبارك الله أكثر من 30 وجه معروف، فاللي نسيتو يسمح لي. وشكرا لهم حتى هما يعني ساندونا، وكان لهم شرف انهم تيحضروا معنا، وشكرا لكاع الفنانين المغاربه اللي دائما تيكونوا بجنبنا، دائما تيساندونا، دائما تيقبلوا الفكره، وبالعكس كيشجعونا باش نزيدوا لقدام. فهذا هو الحاجه الوحيده اللي كتحفزنا باش نزيدوا لقدام. وشكرا. نشوفوا العرسان، السلام عليكم. الكوب العايز، حكي لنا قصة الحب ديالكم شحال دامت، وكيفاش جاتكم هذه المبادرة اللي يقوموا بها الإخوان، عملكم حفل زفاف كبير خيري بمواصفات الحفل الزفاف المغربي على حقه وطريقه. أولا السلام عليكم، اسمي إلياس، هي الزوج ديال إيمان شطاف. أنا وإيمان تعرفنا في 2015، الصراحة تعرفنا عن طريق فيسبوك المدرسة على ولاد الحومة، يعني تعرفت على إيمان، الإنسان الطموحة الصبورة، الإنسان اللي ما كتشوفش فيه بأنك أنت ناقص أو أنت مريض أو أنت ما عندكش رجلك أو أنت بالعكس، إنسان غادي كيف ما أنا. يعني قبلت عليك بأنك واخا كتعاني من إعاقة يعني برجلك ياك، معطوب من الرجل ديالك،
قبلت على الوضع ديالك وتفاهمت الوضعيه دي. لا عمر يعني زعما شفت فيها ان المجال انا جانب اعاقه يعني ديما كتشوفني انا الانسان اللي واقف بجوج رجلين وهذاك يعني انسان عادي والحمد لله وهذا اللي خصني خلاني نشوف فيها وهي تشوف فيا عرفتني عرفت بلي هي انسانه وغادي تصبر معايا وتصحي معايا على بزاف ديال الحاجات والحمد لله توفيق الله سبحانه وتعالى حتى زوجي حاجه وعطاني حاجه اللي صراحه احسن منها وخمسة رجل الحمد لله ولكن عطاني الحمد لله ايمان اللي صراحه انسان وفي وهي اللي شجعتني انا نقطع رجلي بصراحة ما كنت نكون رافض هذه الفكرة بصفة نهائية أنا نقطع رجلي يعني ما كتعرف يعني صعيب أنك تعيش أنت ما عندك رجلك باش غتخدم باش غتعزم تخدم كتقطع عوائق كثيرة صراحة كيوقفوا لك في الطريق ديالك يعني آخر ما عندوش رجل ما يمكنلوش يخدم في هذه البلاد الساعدة زعما صراحة يعني كاينه كراهات كبيرة بزاف بلا ما نزيدو نذكروها اللي هي طبيعة الحال راه كلشي عارفة إنسان معاق يعاني من ناحية بزاف ديال الحاجات الحمد لله هذاك بفضل الله سبحانه وتعالى نشوفوا رائد العروسة كذلك مرحبا بك في المباشر على قناة شوف تي في السلام عليكم بردار شنو الشعور ديالك وانتينا تحضر هذا العرس الأسطوري مع هذا بالفضل هذه المجموعة الفيسبوكية ركن العزب اللي هي الأهم ديالها هي إدخال البهجة والسرور على العرسان اليتامى وداوي الدخل المحدود. السلام عليكم نتمنى تكونوا مزيانين إن شاء الله وبصحة جيدة والجميع إن شاء الله وصراحة جاني هذا الخبر ما غنقول لك شيء فرحني وما غنقول لك شيء بالعكس أنا حاليا فوق أنني سعيدة صراحة ما كاينش شي كلمة اللي نقدر نعبر بها حيت صراحة فرحت بزاف حيت كما قلتي كيف فرحوا لي اليتامى وأنا نفر يعني يتيمة من ناحية ديال الأب وصافي يعني بحالي قليل ياس حنا بجوج بينا كنحاولوا نتحدوا بجوج بينا باش أنا ما نلقاش النقص ديال أنا مع أنا بلا أب هو كذلك بلا رجل ولكن بغيت عاود نوضح لهاد الحاجة بأن صراحة ما كنشوفش فيه النقص ومادام أنا قنعته باش يقطع رجله وإلا خصني نبقى معاه هي صراحة عرفته برجله ولكن ما جاتنيش تعيرت أنه فقد رجله حاجة عادية حيت بغيته أنا هو وصراحة بغيته كشخص هو ماشي كمرض بغيته كشخص وبالنسبة لرجوع الموضوع ديال ركن المغاربة بزاف فرحوني بزاف من ناحية ديال العرس وما يتكلفوا كل شيء بالمصاري بالعرس كل شيء صراحة من ناحية ديال المكياج من ناحية ديال تم الجرس باللغة ديالهم من ناحية أي حاجة صراحة إلا من ناحية المعنوية المادية ونشكرهم بزاف شاء الله يوصل إذا شكرا كنتمنى لكم إن شاء الله السعادة وإن شاء الله فتح في زفاف السعيد وكنشكر كذلك مجموعة ركن العزاب على هذه المجهودات الخيرية التي يقوموا بها من أجل إسعاد الشباب وتزويجهم رغم الإكراهات التي يعانون منها إذا مشاهدينا شكرا على هذا المباشر باقي التفاصيل غادي تعرفوا تفاصيل حفل الزفاف شكون اللي غادي يحضر والكواليس ديالو غادي نعرفوها في الريبورتاج القادم على قناة شوف تي في إلى اللقاء